في موضوع عايز اتكلم فيه قوي، برامج الجريمة. يعني احنا برنامجنا بقى له فتره طويله قوي في بعض القنوات الفضائيه الاخرى اللي فيها برامج مشابهه. الشيء الغريب ان احنا الحمد لله رب العالمين كل ما نعمل شيء بيقلدونا فيه. يعني انا فوجئت في بعض القنوات الفضائيه ان احنا في الاول احنا كنا بنجيب المتهم نجري معاه لقاء، وبعد كده المتهم، وبعد كده بنجيب المجني عليه، يعني وبعدين بنعمل المواجهه. فوجئت ان البرامج الثانيه ماشيين معانا على نفس السطر، اللي يعملوا برنامج عيون الشعب بيعملوه، يعني مش هقول لكم طبع يعني كربون، لا ده ماشيين خط، تحس ان هم قاعدين للبرنامج بتاعي. حنفي السيد عمل ايه النهارده عشان احنا نقلده الاسبوع اللي جاي عشان نعمل زيه؟ بدانا الاول نجيب المتهم، وبعد كده نجيب المجني عليه، وبعد كده طورنا من ادائنا نبتدي نعمل المواجهه. ابتدوا هم يقلدونا وابتدوا يعملوا المواجهه. شيء غريب جدا لدرجه ان في بعض القنوات الفضائيه ابتدت بتسال على برنامجنا بتقول ايه هو البرنامج اللي كل الناس بتقلده. الحمد لله يعني برنامجي في قناه الصعيد في برامج في قنوات تانية ماشيين بيقلدوه، بتحس ان هم بيراقبونا. يعني الناقص ان هم ياخدوني كده راح اقدم لهم البرامج بتاعتهم في قنوات الفضائيه بتاعتهم. طبعا ده مش شيء يعني ما بيضايقنيش، بس الفكره ان المفروض ان كل برنامج يكون ليه طريقته، وكل مذيع او مذيعه يكون ليها طريقتها. يعني ما ينفعش اشوف مذيع كويس اروح اقلده بالظبط. طب انت لما تقلدوه انت فين شخصيتك؟ فين 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 النموذج بتاعك؟ يعني فين الستايل بتاعك؟ ليه بتقلد غيرك؟ يعني المذيع ده او المذيعه دي ليه ماشيين بيقلدوني حتى في بعض مخارج الالفاظ بتاعتي؟ يعني بتكلم صعيدي بيتكلم في بعض الاحيان صعيدي بيتكلم، يعني خلي ليكم الانطباع بتاعكم. انا يعني لما قعدوا يسالوا على برنامج عيون الشعب في بعض القنوات الفضائيه وشافوا نسبه المشاهده على اليوتيوب مرتفعه بشكل ملفت للنظر، قالوا القناه اسمها قناه عيون الشعب، فقالوا لا القناه اسمها قناه الصعيد. برنامج عيون الشعب ده برنامج داخل من ضمن خريطه البرامج اللي في قناه الصعيد. فابتدوا يسالوا طب البرنامج ده بيذاع امتى؟ عايزين نشوف ايه نسبه المشاهده الرهيبه على اليوتيوب. انا عندي بعض الحلقات نسبه المشاهده وصلت ل 5 و6 مليون. الحلقه بتنزل الزميل احمد علي بينزلها بعد ما بتخلص الحلقه، نسبه المشاهده في خلال 3 4 ايام بتعدي ال 6 مليون وال 5 مليون. فابتدى فعلا ده يلفت نظر بعض القنوات الفضائيه، فابتدوا ايه موضوع البرنامج ده. انا سعدت جدا لما يعني فضائيه القاهره والناس تخصص وقت كبير قوي من برنامجها عن برنامج بتاعي. وشيء جميل جدا ان الحمد لله رب، على فكره حتى لو كان في شيء بالسلب انا ما كنتش ازعل، لان احنا طبعا برنامجي كاي برنامج ليه في اللي بيحب المذيع وفي اللي بيكره المذيع، في اللي بيحب البرنامج وفي اللي بيكره البرنامج. لكن الحمد لله رب العالمين حتى لو كان في نقد احنا كنا هنسعد بيه وكنا نحاول نتلافاه ونحاول ان احنا نشوف اخطائنا ونعالجها. لكن الشيء الجميل ان فضائيه القاهره والناس بتشكر في البرنامج شكر فعلا انا لو قعدت اشكر في نفسي يعني ما كنتش اعرف اقول كده. يا ريت لو الزميل احمد علي نشوف جزء من الزميلة أمين الخياط على فضائية القراءة والناس قالت عن البرنامج، وهنرجع لكم تاني والتليفونات مفتوحة لمدة ساعة ونص. هو متحمل فوق من شرطة بس محمد ما كانش معاه صوتي. لولا دوت أنا تلميت عليه ما كنتش بجيت في اللي أنا فيه. خايفين من الاعدام. عايزين الاعدام يا رب. ما بيبقاش عدل ان هم يطلعوا بره تاني ويعيشوا اهلهم يشوفوهم واحنا اتحرمنا من اخونا. ما بيبقاش عدل ده زياده. لقيت والدته بتصوت، طلعت اجري عليها، طلعت معاها فوق بتقول ياسر اتقتل. وربنا ينتقم من اللي عمل معاها كده ساعتها. المتهمين معترفين وممثلين الجريمه، وان شاء الله حكم الاعدام هيكون هو. علشان تبقوا مصدقين وتسألوا أي حد بتحتكوا بيه من الصعايدة انتوا بتقروا ايه او بتشوفوا ايه او بتتعاملوا مع ايه، او حتى تجربوا تدخلوا على اليوتيوب وتتعرفوا على برنامج عيون الشعب اللي بيطلع على فضائية اسمها فضائية الصعيد. عشان تشوفوا الصعايدة عايزين ايه، علشان حتى لو عايزين يغشوا، بس هم مش عايزين يغشوا، هم عايزين يبيعوا لنا البضاعة اللي مطلوب بيعها للصعيد تمهيدا للتعامل معاه انه الصعيد، لان المأساة بالنسبة لهم مش عارفين يقسمونا. حاولوا يقسمونا مسلمين ومسيحيين وفشلوا، حاولوا يقسمونا شباب وملناش لازمة وفشلوا، دلوقتي بقى في محاولات من نوع اخر. علشان كده اللي بيحصل في الصعيد ده
مطلوب احنا نشوف في المقابل الصعيد بيتعامل ازاي ومين اللي نجح في الصعيد، وازاي لأول مرة من 30 سنة من 25 سنة بيبقى عندنا لأول مرة برنامج حقيقي من قنوات معنية بأقاليم بعينها بلهجتها، ما هوش أسير القاهرة بمركزيتها بمواضيعها، وإزاي بيطرح ده، والأول مرة إحنا قدام برنامج للتوعية الصحيحة علشان يكون في المرآة، يعني الصعايدة بيقعدوا علشان يشوفوا سلوكهم مش بتمثيل ولكن لأول مرة. ها ده اللي أنتوا بتسمعوا عليه في البرامج إياها، يعني إحنا قدام التقارير الاستقصائية. تعالوا نشوف. أعدام أربع خمس عيال وأحسن من أهليكم تهدموهم خمسة عشان واحد، ليه يعني ده كله يعني؟ هو مات، استفدوا إيه لما تحسون هنتحبس وما لكمش دعوة؟ هو مات وارتاح من على وش الدنيا، هو مات، عايزين من إيه تاني؟ يا منى أيوه ده إذا خربنا نعرف أصلا. يا منى أنت مش عايز القاضي يحكم عليكم يا منى؟ يحكم اللي يحكم، هو مات برضه. هو مات أيه؟ لكن دوم من حقهم ان هم يشفوا غالبا؟ يشفوا ولا يفيد عليهم؟ يشفوا بعيد عنهم؟ نعم يفيد عليهم. هم لما نشنقوا احنا يا مون يعني لما نشنقوا احنا هيرضى هو؟ لما نشنقوا احنا هيرضى هو؟ لما نشنقوا انت هيرجع هو؟ ايوه يعني لا مش هيرجع. خلاص يبقى خلاص يبقى هما ياخدوا نشوف الدنيا فيها ايه ونتعامل معاهم. يعني للفلوس تاني انت جبت النقطة اللي بدور عليها دي ابنكم ايه؟ 100,000 200,000 انا معايا 2-3 مليون في البنك. لو 100 مليون مش عايزين ولا 100 مليون عايزين. القانون معانا. احنا والقانون ورب. انتوا عايزين دلوقتي تدفعوا دية قد ايه؟ لا استنى هم ما عايزينش دية مش هو مات؟ ما عايزينش دية. انا عارفة البني ادم ما يتفيدش بمال الدنيا، بس هو مات اخدوا لكم قرشين ومشوا حال بيتك وخلاص. حتى لو ما عايزاش ياخدوا قرشين هنتحبس. بالمناسبة أوعدكم لازم هيكون عندي حلقة عن عيون الشعب. أنا أعتقد أن أنا قدام نموذج بتمنى أنه يقدر يكمل، لأنه ده النموذج الصح لعملية توعية أهلنا في الصعيد. إحنا عايزين نشوف قضاياهم الحقيقية من غير تمثيل، مش بالدراما. إحنا عايزين هم يواجهوا مستجدات الحياة بتاعتهم وهم مصرين يتعاملوا بيها بالأليات القديمة. من امبارح وإحنا بنتكلم مع بعض قلنا في المخطط الجديد، يعني في 25 يناير كانت الحركة من قلب العاصمة إلى الأطراف، يعني المحافظات تغذي القلب، كل الأوتوبيسات كانت بتيجي من المحافظات عشان تغذي القلب. المرة دي بيشتغلوا من الصعيد، فهل الصعيد وبقناة الصعيد اللي عرضنا جزء من برنامجها عيون الشعب النهاردة بتاع المذيع المهم جدا جدا واللي عايزاكم بجد تبصوا إزاي ده هو التحقيقات الاستقصائية مش اللي بيعملوه ويقولوا عليه استقصائي يعني، ونشوف زميلنا الأستاذ حنفي بيشتغل إزاي في هذا البرنامج، هي دي قضايانا وده عملية التوعية الجادة الحقيقية عشان الصعيدة يشوفوا مشاكلهم زي ما هي مش بتمثيل. هل تفتكروا أن احنا هننجح في صد الهجمة بتاعة الجرايد وتوزيع الكاميرات وأخد ولادنا عشان يسافروا بعضهم 3 أسابيع وبعضهم بالشهور في وسط كل اللي احنا بنعيشه ده؟ خلوني أتلقى أول اتصال من الأستاذة داليا من القاهرة. أستاذة داليا تفضلي. مساء الخير. مساء النور. أنا بحيي حضرتك. ربنا يخليك. والمخطط بتاع استخدام الصعيد المرة دي هيقدروا؟ بقى الصعيدة بالذات يا أستاذة أماني اللي هيقدر حد يضحك عليهم؟ أنا متأكدة لأ. مش ممكن حد هيقدر على الصعيد اللي يعني معلش دايما بيروحوا كل مكان وقادرين يثبتوا نفسهم، استحالة هم دول اللي هيتقدر عليهم. الصعيد دي هي دي النهاية بتاعة أي حركة هتحاول إنها تشتت البلد دي. الجهد اللي بيتم من قناة زي قناة الصعيد ومحاولة توعية البيوت في الصعيد ونسب المشاهدة عالية جدا لبرنامج عيون الشعب، دي حقيقة، لأن فعلا البرنامج ده من جوه الصعيد. عشان كده أنا قلتلك إن الحرب بدأت من 2000، لان لما للاسف يعني الاعلام بتاعنا في الاول ساب كل مكان في مصر ما القاش الضوء عليه، ده طبعا شتت ناس كتير للاسف الشديد، وبقت الناس متوجهه لانهم يتفرجوا على المسلسلات ويتفرجوا على
البرامج بتاعت الأغاني من غير ما نشوف الحاجات الحقيقية بتاعتنا. أنا بشكرك يا أستاذة داليا، بشكرك شكرا جزيلا. أعزائي المشاهدين رجعنا لكم تاني، وطبعا بشكر الإعلامية الكبيرة أمان الخياط، وفعلا احنا برنامجنا من قلب الصعيد يعني، احنا وفي نفس الوقت احنا بنمثلش ولا احنا بندعو للإثارة زي بعض البرامج المشابهة. يعني احنا في حلقات كتيرة جدا على فكرة بتبقى فيها نوع من الإثارة الغير عادية، بس ما برضاش يعني هنصورها ونزاحها لمجرد ان احنا نثير او نسبة المشاهدة تزيد بشكل كبير، لكن هنخسر نفسنا. يعني احنا عندنا في الصعيد ما فيش سحر وفي الشعوذة وفي الناس اللي بيقولوا عليها بسها لابسها الجن، واقدر اجيب الجماعه النصابين اللي بيستعينوا فيهم بعض القنوات الثانيه، ونقعد نجيب ترانيم وزعاء والبنت تتقلب في الارض والكلام ده كله والتمثيل اللي بيحصل. احنا عندنا في الصعيد نفس المواضيع دي، وعندنا الدجالين وعندنا ناس يعني مشهور عنهم الحاجات اللي زي كده، ما انا ممكن اجيبهم في برنامجي ونقعد شويه صوات وشويه لطم وزعاء والعفريت بيتكلم وبيطلع، ونعمل الافلام والمهرجانات دي ونزود نسبه المشاهده، بس تبقى على حسابنا احنا. يعني نبقى شيء بنخسر نفسنا وبنخسر جمهورنا، ان جمهورنا بعد كده كل حاجه بتتفضح على اليوتيوب بعد كده، وبيظهر ان ده كله تمثيل، بيبقى شكلنا وحش قوي. وزي ما قالت الاعلاميه من الخياط، احنا ما بنمثلش، مش بنستهوك على الشاشه كده وبندعي والدموع تنزل والكلام التمثيل اللي بنعمله، لا، احنا برنامجنا من قلب الصعيد وفيه الـ يعني الاداء الاستقصائي، مش ما نحاولش ان احنا نقلد غيرنا. انا يعني بتضايق جدا لما بلقى التقليد وصل لشكل غير عادي، وبالذات في المواجهة. احنا بنعمل المواجهات، بنجيب المجني عليه والجاني، وفاجئ في البرامج التانية نفس النظام، شيء غريب جدا يعني. طب خليك يعني خليك ليك شكل لوحديك، ما تحاولش تقلد غيرك. وبعدين انا مجرد الحلقه بتزاع وفاجئ ان قنوات غير عاديه على اليوتيوب بتذيع الحلقه بتاعتي، مش قناه واحده بس بتاع الزميل احمد علي او غيره، لا، كل في قنوات كتيره جدا على اليوتيوب وعلى الفيسبوك بتذيع الحلقه بعد المشاهده على طول من التلفزيون المصري قناه الصعيد. ده شيء كويس، لان احنا ده بيساهم في نشر الوعي، وان الجريمه لا تفيد، وان اللي احنا بنعمله ده على فكره كتير قوي. والله يمكن انا كنت في مكتب مسؤول كبير امني قال لك المتهم بيقول انا كل خوفي قبل ما اعمل الجريمه دي ان انا اجي اصور في برنامج عيون الشعب. يعني برنامجنا دلوقتي كل واحد قبل ما بيفكر في جريمه يقول لك ده انا هيجيبوني في التلفزيون في برنامج عيون الشعب، بيبقى رادع، اصبح رادع دلوقتي. طبعا احنا على فكره معظم حلقاتنا استحاله بنضغط على حد في التصوير، كله بالاقناع. يعني طب ايه رايكم في بعض الحلقات هم اهليه الجاني هم اللي بيتصلوا بينا يقول لك صوروا الواد ده، يعني خلى شكل عيلتنا وحش جدا، تعالوا صوروا معاه واحنا متبريين منه. وفي بعض العائلات يقول لك صوروا معاه عشان يتادب، عشان هو غلط وده نوع من التكفير عن اللي هو عامله. وفي بعض المجني عليهم يبقى مهم جدا ان هم ييجوا عشان عايزين ياخدوا حقهم، عايزين يسالوا الجاني انت ليه قتلت، انت ليه سرقتنا، لا، علشان المتهم ده دلوقتي وراه اهل ما بيسكتوش، الناس دلوقتي عينيها فتحت. فبالتالي ما فيش يا جماعه اجبار على اي حد، اللي احنا بنصور معاه بموافقتهم. ويا حالات بنروح والمتهم بيرفض، خلاص شكرا، هم نقلة القضايا، هو احنا في مجتمع ملائكه يا سيدي؟ انت رفضت غيرك بيوافق، ما فيش مشكله خالص، البرنامج مش هيقف يعني. وقت البرنامج انتهى للاسف. انا مش عايز كتير من الساده المشاهدين يكونوا متضايقين ان انا ما جبتش حلقه النهارده، لكن مهم جدا ان اتواصل معاكم، مهم جدا ان اسمع ارائكم، مهم جدا ان انا اعرف رايكم، مهم جدا اعرف راي حتى القنوات الفضائيه الاخرى في برنامجي. اشكركم، انتظرونا الاسبوع القادم، احتمال كبير جدا تكون حلقه فيها حكم رادع لمجرم ارتكب جريمه بشعه للغايه. اعزائي المشاهدين انتظرونا ومجموعه حلقات جديده جدا من برنامج عيون الشعب. أعزائي المشاهدين إلى اللقاء.